أولا يعني دعني فقط أعطيك بعض المعلومات العسكرية لكون وسائل الإعلام يعني تصم الآذان من كثرة تعريفها للقنبلة التكتيكية وتبسيطها لموضوع القنبلة النووية التي كما تدعي هذه الوسائل الإعلام وليس أنا على وشك أن يستخدمها الروس. هذه القنبلة التكتيكية هي عبارة معروفة بالقانون العسكري أن أي سلاح نووي تكتيكي مهما بلغ صغر حجمه يعتبر سلاحا نوويا استراتيجيا يستوجب الرد النووي الاستراتيجي. يعني القوة التدميرية لهذا السلاح التكتيكي كم يعني؟ هل فوق 1 كيلو طن مثلا؟ نعم، أعطيك بعض المعلومات العسكرية. العلم العسكري أرقام والإعلام. أولا يجب أن نعرف بأنها هي خليط من القنابل الخارقة للتحصينات 91 متر في الأعماق عمق بالإسمنت المسلح أو في الجبال، هي خليط بين القنابل الخارقة للتحصينات وقوة الانفجار النووي، وهي قنبلة مصممة ضد المخابئ العسكرية المتواجدة تحت الأرض وتوفر قوة انفجارية هائلة مساحتها محدودة، واستخدامها في المعارك المباشرة ضد القوات المعادية. وقوة الانفجار كما تفضلت 1 كيلو طن، أي 1000 طن من مادة التي أنت، لكن إذا تحولت إلى 15 كيلو طن تعتبر قنبلة استراتيجية وتستوجب الرد نفس الشيء استراتيجي. أيضا قادرة على اختراق الأرض. أولا هذه ميزتها، تخترق الأرض بعمق 91 متر مثلا ثم تنفجر، لذلك لا مجال لإخفاء الأسلحة النووية كما يعد الآن لتدمير إيران. ستكون إيران ما وراء التاريخ، انتظر. يمكنها من تدمير أي تحصينات تحت الأرض مهما كانت قوة تلك التحصينات. لو سمحت تعيد لي السؤال.